عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وثبت أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وثبت في المسند من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، أي من الدنيا، لا أموال ولا تجارات ولا رئاسات. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى قصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات، أي أن القصاص في ذلك اليوم ليس بالدراهم والدنانير لأن هذه تنتهي في الدنيا، ولكن بالحسنات والسيئات، أي أنه يؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن كان هذا شأنه فهو المفلس حقا، وهذا هو الإفلاس الحقيقي، أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم كلها تذهب لأصحاب الحقوق وتؤدى إليهم، فلا يبقى له من حسناته شيء. صلى كثيرا، صام كثيرا، تصدق كثيرا، فلا يجد منها شيء لأنها تذهب لحسنات لمن ظلمهم، ظلمهم بغيبة، ظلمهم بنميمة، ظلمهم بسخرية واستهزاء، وظلمهم بشتم ولعن، ظلمهم بوشاية، إلى غير ذلك من أنواع المظالم، أو حتى في أموالهم أو أعراضهم أو غير ذلك، مثل ما نوع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ذكر 5 أنواع. قال: يأتي قد شتم هذا، هذا نوع، وقذف هذا، هذا نوع، وأكل مال هذا، هذا نوع، وسفك دم هذا، هذا نوع، وضرب هذا، هذا نوع. هذه كلها أنواع للمظالم، وسيكون فيها قصاص يوم القيامة، والقصاص بالحسنات والسيئات. وسبحان الله، من الناس من تفنى حسناته كلها، يأخذها الغرماء وأصحاب الحقوق، وليس هذا فقط، بل قد تفنى كلها قبل أن يقضى ما عليه، ولا يبقى عنده ولا حسنة واحدة. فيؤخذ من خطايا من ظلمهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. وإذا كان القصاص يتناول البهائم
فهي تحشر يوم القيامة، وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كلها تحشر يوم القيامة، ويقتص لبعضها من بعض في ذلك اليوم العظيم. مر النبي عليه الصلاة والسلام بشاتين تنتطحان، فقال لأبي ذر وكان يمشي معه: هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. فإذا كان في ذلك اليوم العظيم سيقضى بين هذه البهائم، وجاء في بعض الأخبار أن بعد القضاء بينها يقال لها: كوني ترابا. وحين ذاك يتمنى الكافر أن لو يكون مثلها وهو يراها، وقد قيل لها: كوني ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قد ذكر هذا المعنى في تفسير هذه الآية. فإذا كان هذه البهائم يقتص من بعضها لبعض وهي غير مكلفة، لكن هذا من أظهار كمال عدل الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، فكيف بالناس أصحاب العقول المكلفين؟ ولهذا يجب أن ينتبه العبد وأن يفقه هذا الموضوع، موضوع الإفلاس يوم القيامة، وأن يحذر أن يأتي يوم القيامة مفلسا، يأتي بصلوات ويأتي بصيام ويأتي بصدقات وأعمال بر متنوعات ثم لا يبقى منها شيء. فعليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يفهم هذا الباب العظيم الذي عقده المصنف عقب الباب المتعلق بالتوبة. فالتوبة من الذنوب كلها يغفرها الله، مثل ما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في حق التائبين، لكن من شرائط التوبة الإرضاء أو طلب العفو من الآدميين الذين تعرض لهم بأذى أو ظلمهم أو أساء إليهم، أن يحرص على أن يخرج من تلك المظالم، وأن يخرج من تلك المفاسد التي ارتكبها على نحو ما تقدم من تفصيل. فهي قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انتبه، افهم أولا ما مناسبة هذه الآية من الكتاب. الكتاب كتاب التوحيد، فلماذا ذكر المصنف هذه الآية في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأنها تدل على التوحيد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمر بعبادته وذاك هو التوحيد، ونهى عن الإشراك به، ولا يقوم التوحيد إلا بذلك، إلا بالابتعاد عن كل الشرك صغيره وكبيره. يبتعد عن الشرك بالله عز وجل صغيرا كان ذلك الشرك أو كبيرا. وهذه الكلمة أو الجملة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جمعت لنا ركني كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقوله اعبدوا الله فيه الإثبات الذي يدل على كلمة إلا الله، وقوله ولا تشركوا به شيئا فيه النفي الذي يدل على كلمة لا إله.
إلا الله. طيب، هذه الآية لها اسم عند أهل العلم تسمى بآية الحقوق العشرة، بآية الحقوق، لأن الله عز وجل ذكر فيها حقوق حقوقه وحقوق الخلق، ذكر هذه الحقوق عامة في هذه الآية العظيمة. وأول حق بدأ به هو ماذا؟ هو حقه سبحانه وتعالى، أمر بعبادته ونهى عن الإشراك به، وقال ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، وهذه قاعدة، يقال النكرة شيئا نكرة جاءت في سياق النهي لا تشركوا أفادت العموم، يعني لا تشركوا به شيئا صغيرا كان ذلك الشرك أو كبيرا. ولا تشركوا به شيئا سواء كان الشريك الذي يجعل مع الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا أو غير ذلك. لا تجعلوا مع الله شريكا، لا تصرفوا لأحد غير الله شيئا من العبادة، لا تصرفوا لأحد غير الله عز وجل شيئا من العبادة، ولو كان ذلك الشريك الذي يحاول أن يشرك مع الله في العبادة من ملائكة الله المقربين. تعلم في الصغر خيرا بكثير من التعلم في الكبر وفي كل خير، لكن التعلم في الصغر فيه فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الشاب في الغالب أسرع حفظا من الكبير، لأن الشاب فارغ البال ليس عنده مشاكل توجب انشغاله. وثانيا أن ما يحفظه الشاب يبقى وما يحفظه الكبير ينسى، ولهذا كان من الحكمة الشائعة بين الناس أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر لا يزول. وفيه فائدة ثالثة، وهي أن الشاب إذا ثقف العلم من أول الأمر صار العلم كالسجية له والطبيعة له، وصار كأنه غريزة قد شب عليه فيشيب عليه. ثم ذكر هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا الشرك، والمراد هنا الظلم الشرك، يعني لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الهداية يعني في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية الكريمة تدل على أن من سلم من الشرك وحصل منه التوحيد فإنه آمن من يعني آمن من عذاب الله عز وجل، وأنه يدخل الجنة من أول وهلة. وأما إذا كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي سلم من الشرك ولكنه عنده شيء من الذنوب والمعاصي فإن هذا أمره إلى الله، قد يعفو الله عنه ولا يعذبه ويكون يحصل له فضل الله عز وجل عليه وإحسانه إليه
بأن سلمه من العذاب، وإن شاء أن يعذبه عذبه، ولكنه لا يخلده في النار، ولكنه لا يخلده في النار، بل لابد أن يأتي وقت يعني يخرج من النار ويدخل الجنة، يخرج من النار ويدخل الجنة. وعلى هذا فإن أهل الجنة منهم من يدخلها من أول وهلة، ومنهم من يدخلها بعد أن يدخل في النار إذا شاء الله تعذيبه في النار، ولكنه لابد يدخل الجنة. فتبقى النهاية أن الجنة يعني أهلها الذين دخلوها من أول وهلة، والذين عذبوا يعني على ذنوبهم ثم خرجوا منها ودخلوا الجنة. وأما النار فإن الكفار يدخلونها ولا يخرجون منها، وبل يبقون فيها أبد الأبد، الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الظلم الذي يعني صاحبه الأمن التام هو الذي سلم من الشرك. والإنسان يعني عنده أمور ثلاثة، يعني كونه يعني الظلم الذي هو الشرك، والظلم الذي هو ظلم النفس، والظلم الذي هو ظلم الغير. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة فإنه يحصل له الأمن التام والاهتداء التام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز. لخص لنا من الأحاديث المتقدمة أن آية الكرسي تقرأ في اليوم والليلة ثمان مرات، تقرأ في اليوم والليلة ثمان مرات، يندب للمسلم أن يقرأها في يومه وليلته ثمان مرات، خمس مرات أدبار الصلوات المكتوبة عقب كل صلاة مكتوبة، ومرة عند النوم، ومرتين في أذكار الصباح والمساء. فهذه ثمان مرات يستحب ويندب للمسلم أن يقرأ فيها هذه الآية المباركة آية الكرسي. هنا تأمل أيها الأخ الموفق أن هذا الندب لقراءة آية الكرسي، هذه القراءة المتكررة في اليوم والليلة بهذا العدد ثمان مرات، هذا الندب يدلنا دلالة واضحة على أهمية استذكار التوحيد مرات عديدة في اليوم والليلة. وآية الكرسي هي عبارة عن آية أو متن جامع للتوحيد، فيه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. في هذه الآية خمس أسماء حسنى
لله سبحانه وتعالى، وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 صفة، فهي جامعة للتوحيد، لبيانه وتقريره وإيضاحه وبيان براهينه ودلالاته. فإذا هذه القراءة المتكررة من المسلم في اليوم والليلة لهذه الآية المباركة يدلنا على أهمية قراءة التوحيد واستذكاره ومداومة العناية به والعناية بمسائله وفهمه وضبطه، خلافا لمن يدعي أن أمر التوحيد يكفي فيه 10 دقائق أو يوم أو ساعات معينة وتنتهي. وبعض طلبة العلم ربما يقرأ متن من متون التوحيد على أحد المشايخ يقول انتهينا، عرفنا التوحيد وفهمنا وانتهينا وقرأت المتن الفلاني أو حفظت. لا، ما ينتهي الأمر ولا يقف، لا تزال تحتاج إلى العناية بالتوحيد والفهم له والرعاية له ومداومة الاستذكار له في كل أوقاتك وفي جميع أيامك مرات وكرات. وهذا واضح في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة آية الكرسي هذه المرات الكثيرة في ليالي المسلم وأيامه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. وهذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب يدل على فضل التوحيد، وذلك أنه ذكر في أول المشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. هذا هو جواب الشرط، لأن أول من شهد أن لا إله هذا فعل الشرط، وما بعده وفي آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله من حصل منه هذه الأمور، يعني التي منها أو فتحت بالتوحيد واستفتحت بفضل التوحيد، وهو شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله. ثم بعد ذلك قال أدخله الله الجنة، يعني هذا هو جواب الشرط، هذا هو الجزاء، وهذه الفائدة، وهذا يعني هو محل الشاهد من هذا الحديث، قول أدخله الله الجنة، هذا يدل على فضل التوحيد. وما ذكر بعده يعني مما يعني فيما التي تدل على التوحيد وعلى إخلاص العبادة لله عز وجل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله يعني شهد أن الله هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهي مشتملة على نفي عام وإثبات خاص، نفي عام وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله، وإثبات خاص وهو إثباتها لله وحده لا شريك له. ثم أكد يعني النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، لأن وحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك له ترجع إلى إلهه، يعني فيكون معناها كلمة الإخلاص ذكرت مرتين، مرة قدم النفي على الإثبات، ومرة قدم الإثبات على النفي. وهذا يدلنا على عظم شأن التوحيد وعلى يعني فضله، وأنه يكفر الذنوب، وأن من أتى به فإنه يحصل له السعادة في الدنيا. من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله وحده لا شريك له، وهذا هذا شرط
جوابه أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. في آخر الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة الإخلاص جاءت مرتين، مرة في الأول على ما هي عليه تقديم النفي على الإثبات، ومرة أخرى بتأكيد الإثبات بإثبات وتوكيد النفي بنفي، توكيد الإثبات بقوله وحده لأنه يرجع إلى إلا الله، وتوكيد النفي بقوله لا شريك له فإنه يرجع إلى لا إله، مشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، فالجمع بين الشهادتين، ولا بد من الشهادتين، ولا تكفي إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. ويعني ولهذا فإن الاتيان بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل يعني يكون فيها الثواب العظيم والثواب الجزيل، وأن محمدا عبده ورسوله. ومحمد عليه الصلاة والسلام وصف بهذين الوصفين في هذا الحديث، العبودية والرسالة، وهما أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام. وكونه عبد أي لا يعبد، عبد هو عابد وليس بمعبود. ولهذا ذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات عظيمة ومقامات شريفة ذكره بهذا الوصف، فذكره في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من الحرام المسجد الأقصى، وقد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون على لبدا. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في المقامات الشريفة والمقامات العظيمة، فهو عبد لله عز وجل لا يستحق شيئا من العبادة، لأن العبادة هي للمعبود وحده لا شريك له. وأما هو صلى الله عليه وسلم فهو عابد وليس بمعبود، فهو عابد لله عز وجل وليس بمعبود لأحد، وإنما العبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ورسوله يعني يسمع له ويطاع ويستسلم وينقاد لكل ما جاء به. وكما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وانتهى عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، طاعته في كل أمر يأمر به، والانتهاء عن كل نهي ينهى عنه، وأن يصدق جميع أخباره التي يخبر بها عليه الصلاة والسلام، وأن تمتثل الأوامر والنواهي التي تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر وتصدقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات، وإنما يعبد وفقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفقا لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والجملة التي يعني عند مسلم أوسع من الجملة المتفق عليها، لأن من عمل عملا يعني يدخل فيه سواء كان محدثا للعمل أو تابعا لغيره. وأما الأول فإنه يتعلق بالمحدث الذي أحدث العمل المنكر، وأما العمل فإنه يدخل فيه من كان محدثا ومن كان متابعا لمن أحدث، ومن كان متابعا لمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لابد من يعني اعتقاد يعني أنه عبد لله عز وجل، وأنه ليس له شيء في العبادة، وأنه لا نصيب له العبادة، واعتقاد أنه رسول يستسلم وينقاد لكل ما جاء به من كتاب الله عز وجل.
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وذلك لأن صلاة الفجر تقع في أبرد ما يكون من الليل، وصلاة العصر تقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال. من صلاهما دخل الجنة، يعني أن المحافظة على هاتين الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني أن تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكنكم ترونه رؤية حقيقية مؤكدة كما يرى الإنسان القمر ليلة البدر. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يشابهه شيء من مخلوقاته. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني بالتي قبل طلوع الشمس الفجر والتي قبل غروبها العصر. فهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات، وأفضلهما صلاة العصر، لأنها هي الصلاة الوسطى التي قال الله عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة الأحزاب: إنهم، يعني الأحزاب، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين، المراد صلاهما على الوجه الذي أمر به، وذلك بأن يأتي بهما في الوقت، وإذا كان من أصحاب الجماعة كالرجال فليأتي بهما بالجماعة، لأن الجماعة واجبة. لا يحل لرجل أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو قادر عليها. أحسن عليكم. هذا يقول: أنه من أوروبا وأمه في المستشفى، وقال الطبيب: ينبغي رفع أجهزة الإنعاش لأن أمه لن تعيش، هل يجوز ذلك؟ لا يعلم هذا إلا الذي خلقها. وما دام أن الروح مستقرة بهذه الأجهزة وعند أهلها قدرة على إبقائها، فإنه لا يجوز لأهلها ولا للأطباء أن يرفعوا عنها الأجهزة، بل الواجب إبقاؤها. أما إذا لم يكن عند أهلها قدرة فالواجب يسقط عند العجز، لكن القاعدة أن من كان يحيا بالأجهزة وروحه باقية فإنه لا يجوز رفع الأجهزة عنه ليموت. لا يجوز للأهل أن يأذنوا ولا أن يتركوا مع قدرتهم إذا كانوا يطالبون بنقود. أما مع العجز أو عدم الإذن وإنما هو نظام دولة كما في بعض الدول فهذا لا علاقة لهم به. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم ما يفعله الكثير ممن يطيلون الشعر ثم يربطونه بشيء من خلف الرأس؟ يجوز للرجل أن يطيل شعره بشرط أن يكرمه، فلا يجعله شعثا مرتعا للقمل كما نرى في أحوال بعض الرجال يسير كأن على رأسه شجرة وليس شعرا، وبشرط أن لا يتشبه بالنساء، فلا يجعل شعره على هيئة النساء. فإذا سلم من التشبه بالنساء ومن عدم إكرام الشعر فإنه يجوز له أن يطيل شعره. لكن يلحظ هنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي أنه إذا عرف أهل البدع بشيء
فينبغي على أهل السنة ترك ذلك الشيء ما لم يكن مشروعا. فالخوارج اليوم عرفوا بإطالة الشعر لأنهم من جهلهم يظنون أنهم إذا أطالوا شعورهم خرجوا عن كونهم خوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم التحليق. فإذا كان الإنسان في بلد فيه هؤلاء الخوارج أو أهل البلد يرون أن الذي يطيل شعره من الخوارج فينبغي أن لا يطيل شعره، أعني الرجل، فيخالف سيما أهل البدع. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. أما النية الخبيثة الثانية فهي نية مدح الناس، أن يريد العبد بعبادته أن يمدحه الناس أو أن يثني عليه الناس فيظهر العمل الصالح من أجل مدح الناس وثنائهم، وهذا هو الرياء وهو من الشرك والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم يتذاكرون الدجال وما يخاف من فتنته، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وسماه صلى الله عليه وسلم شرك السرائر، وهو والعياذ بالله محبط للعمل إن وقع فيه. فلا خير للعبد في عمل يرجو به ثناء الناس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكرى، أي ثناء الناس عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فردها الرجل 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل
إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به وسمع به. من قام مقام رياء أو قام مقام سمعة يسمع بأعماله الصالحة فضحه الله عز وجل وأخزاه وأذله يوم القيامة وراء به وسمع به يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيئا من حال المرائين يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، قد يكونون بالآلاف لكنها ثلاثة، أي أنها أصناف: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه قال فما عملت، قال فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت لك، فيقال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والعلماء أيها الأحبة يقولون إن الرياء إذا وقع في العمل لا يخلو، إما أن يكون العمل متصلا وإما أن يكون العمل مما ينفصل. فإن كان العمل متصلا كالصلاة فإن وقع من أول العمل فالعمل حابط وصاحبه معرض للعقوبة والعياذ بالله. أما إن بدأ العبد العمل مخلصا لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء واستمر إلى أن فرغ منه وهو على هذه النية الخبيثة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن عمله حابط وأنه مردود عليه وأنه متعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن العبرة بالخواتيم. أما من بدأ العمل الصالح مخلصاً لله ثم طرأ عليه الرياء ثم دفع الرياء وأعرض عنه فختم الله له بخير، فإن هذا لا يضر عمله، بل قال العلماء إنه يؤجر على توبته وعلى تركه للرياء من أجل الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العمل مما ينفصل بعضه عن بعض كالصدقة فإنما وقع فيه الرياء يبطل دون غيره مما لم يقع فيه الرياء. فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور والأضرحة ويسألونهم تفريج الكروبات وإعطاء الذرية وتيسير الحياة وهم يقومون بذبح الذبائح وتقديم الأموال للسدنة، فإذا سألناهم لماذا تفعلون هذا يقولون بأن هؤلاء أولياء ومقربين إلى الله من غيرهم، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال من ناحيتين: الناحية الأولى إثبات أن هؤلاء المقبورين من أولياء الله، فإنه لا يعلم هل هم من أولياء الله أو من أولياء الشيطان، لأن أولياء الله
وصفهم الله تعالى بوصف من خرج عنه فليس من أولياء الله، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا نعلم عن حال هؤلاء المقبورين، أهم متصفون بالإيمان والتقوى أم ليسوا متصفين بذلك؟ هذه واحدة. وعلى فرض أن يكونوا من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، بل هم جثة هامدة لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هوام القبور، فضلا عن أن يدفعوا عن غيرهم المكاره والشرور، أو يجلبوا لغيرهم الخيرات والسرور. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا كان أشرف الخلق وإمام الأولياء والمتقين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره الله تعالى أن يقول: قل إني لا أملك لهم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الذين يدعون هؤلاء الأموات ويستغيثون بهم: إنكم ضالون ولا أحد أضل منكم، لأنكم تدعون من دون الله من لا يستجيب لكم إلى يوم القيامة. ونقول لهم: إنكم بدعائكم هؤلاء الأموات وإن كانوا أولياء في اعتقادكم أشركتم بالله عز وجل، فإن من دعا غير الله أو استغاث به فيما لا يقدر عليه فإنه يكون مشركا بالله عز وجل. وهؤلاء الذين في القبور لا يقدرون أن يغيثوكم بشيء، ولا يقدرون أن يدفعوا عنكم شرا، ولا أن يجلبوا لكم نفعا. فعلى هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى ربهم وأن ينزلوا حاجاتهم بالله، فإن الله تعالى هو الذي قال في كتابه: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالله تعالى هو المرجو لكشف السوء، وهو المدعو لطلب الخير. قال الله تعالى: عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. فلا يقدر احد على كشف السوء ولا على اجابه الداعي الا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فنصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقلعوا عما هم عليه من دعوة الأموات والاستغاثة بهم حتى يحققوا بذلك التوحيد، وليعلموا أن من أشرك بالله فإن الله تعالى لا يغفر له ذنبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. اعلم أيها الموحد أن أفضل المنن والنعم عليك، لأن أفضل النعم على الإطلاق أن الله جعلك مسلما، أن الله هداك للإسلام، أن الله جعلك موحدا هداك للتوحيد. لكن الخطاب للموحد، فلما كان الخطاب للموحد قال الشيخ: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أفضل النعم علم، لكنه ليس كل علم، وليس كل ما يتعلم ينفع، وليس كل ما يتعلم يرفع، وإنما العلم النافع هو الذي عرفنا أصله ونعرفه بأثره. ما أثره؟ علم يزيل الشك عنك، فيزيل الشبهات عن القلوب. فإذا جاء نور العلم انقشع ظلام الشبهات. ولذلك يا إخوة، الانحراف الفكري لا يعالج إلا بالعلم السلفي، بنور العلم الصافي. فإذا جاء العلم انقشعت ظلمات الجهل وانقشعت ظلمات الشبهات. وهذا أول ميزان للعلم النافع من جهة أثره، ويزيل عنك أيضا الدرن. والدرن هو قدر الذنوب ووسخ الذنوب. فالعلم النافع هو الذي تتزكى به النفوس وتقوى به القلوب على الطاعة، وتنكسر حدة الشهوة الداعية إلى المعصية به في النفوس، فهو يعالج الشبهات ويهذب الشهوات. والشيخ بدأ بالشبهات لأنها أخطر من الشهوات،
فالعلم النافع هو الذي يعالج الشبهة ويهذب الشهوة بما يليق بكرامة الإنسان. نعم. فمن أسباب السلامة من الفتنة بالعلم أن يطلب المسلم العلم من العلماء، وأن يرجع إلى أهل العلم، وأن لا يخالف أهل العلم اغترارا بالظواهر، وأن لا يبني علمه على عقله، وأن يصبر، أن يصبر على ما يجده في الطريق، في طريق الطلب، وأن يصبر على الشيخ، وأن يصبر عن التعجل. وهذا ظاهر في قصة موسى عليه السلام وارتحاله وهو نبي الله في طلب العلم، لما علم عليه السلام أن هناك رجلا عنده من العلم ما ليس عنده، ارتحل في طلب العلم وصبر على ذلك وعلى ما وقع له مع الخضر. الله أكرم الكرماء ومنه الكرم سبحانه وتعالى، فمن كرمه أنك إذا سألته لا يردك خائبا، فإما أن يعطيك سؤلك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثل ما دعوت، وإما أن يدخر لك ذلك في الآخرة. فأنت قد تسأل الله شيئا ويعلم الله أن هذا الشيء لو تحقق كان فتنة لك في دينك أو دنياك أو آخرتك، فيصرف عنك رحمة لأنه رحيم، وهو يعلم ونحن لا نعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن كرمه سبحانه وتعالى أنه لا يرد من سأله، وأنه إذا سأله العبد يعطي العبد مسألته ويزيد. فذلك قال تعالى: وهبنا له أهله ومثلهم معهم، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، بل إنه يعطي ولو لم يسأل، فكيف إذا سئل جل جلاله. فحق السائلين على الله أنه قال في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك لا وجه للمخلوق أن ينصرف عن ربه وخالقه، فهو سبحانه كفاه كل شيء، ولم يحج سبحانه وتعالى خلقه أن ينصرفوا إلى غيره. أوسعهم جودا وكرما ورحمة وبرا ولطفا، ومن الخير الذي لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، وهذه الرحمة العامة. ولذلك حتى الكافر يتقلب في نعم الله لكنها استدراج له، فرحمة الله عظيمة وكرمه وجوده ليس له منتهى جل جلاله وتقدست أسماءه. فجعل على نفسه سبحانه أنه إذا سأله السائل أنه يعطيه سؤله. نعم. استكثر من الحسنات مهما استطعت، فإن النتيجة مرهونة بعد رحمة الله عز وجل بنتيجة الوزن، فأكثر من الحسنات ما استطعت، واحرص على الحسنات التي تثقل أكثر من غيرها في الوزن، فإن من الحسنات ما له أثر أعظم من غيره في ثقل الميزان، ومن ذلك تحقيق التوحيد وقول كلمة التوحيد بصدق ويقين وإخلاص، كما يدل على هذا حديث البطاقة وهو معلوم عندكم. كذلك الحمد لله، قول الحمد لله قولا يتطابق فيه اللسان والقلب، قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. كذلك إحسان الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. كذلك قول أو كذلك ما جاء في الحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. كذلك قول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان، إلى آخر ما هنالك.
تسأل أيضا وتقول: كيف تختار المرأة المسلمة المحجبة المؤمنة بالله شريك الحياة، وما هي صفاته؟ بينوها لنا مأجورين جزاكم الله خيرا. تلتمس الرجل الطيب المعروف بالخير المحافظ على الصلوات صاحب العقيدة الطيبة، تسأل عنه من يعرفه من الثقات الذين تعرفهم إذا خطبها، ولو تخطبه لا بأس، إذا عرفته بالخير والاستقامة ووصلت عليه وليها أو غير وليها أنها توافق على خطبته لها فلا بأس. فقد أهدت امرأة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك عليه الصلاة والسلام، ولما لم يرغب فيها زوجها غيرها عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على الصديق وعلى عثمان بعدما تعينت من زوجها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن المرأة لا مانع أن تختار لنفسها الرجل الطيب المعروف بالاستقامة في دينه، ولكن لا تبت في ذلك إلا بطريق وليها، هو وليها هو الذي يزوجها، فإذا اتفق مع وليها على رجل طيب هذا هو المطلوب، وليس لوليها يجبرها على شخص ليس بطيب أو على شخص لا ترضاه، وليس لها هي أن تختار شخصا يضر أولياءها ويسبب المشاكل بينها وبين أوليائها. عليها أن تسلك المسالك الحسنة وأن تختار الطيب الذي ليس في اختياره مشاكل ولا مضرة على أوليائها. نعم، جزاكم الله خيرا.